عاكف لأي جهة راحوا؟ أينورا. عاكف. 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 عاكف أنت عم تسمعني؟ عاكف في شي مشكلة؟ عاكف جاوبني. عاكف مسك كبل ايديك بالتركيسيون. انت ملاحظ شو عم تعمل؟ شو بدي اذنك لاعمل يلي بدي اياه؟ من هلا صار لازمك اذن. يبدو رئاسة الكي جي تي مانا مناسبتك. وقاحتك صايرة كتير كبيرة يا عاكف. رح تدفع تمن هالشي بعدين. وهلا اتركني كمل شغلي. انت شغلك خلص يا ابني. من هلا ورايح انا رح استلم الشغل، واعمل شو قلت ولا تخليني اوصك. السيارة اللي ماشية قدامنا حتوصلنا لحراس المعبد. وإذا كان بدك تمنعني إني لاحقهم لأحسن تقوصني. لا تشغل بالك، أنا رح أخذك لعندهم بإيدي. بسببك أنت أكبر عملية لنا على وشك الانهيار. هلأ هيك بدك تنتقم لأخوك؟ انتقام شو؟ لك أنت بعدك هنيك؟ هدول مريت منهم من زمان. إذا ما كان مشان الانتقام مشان شو؟ مشان أعمل العملية يلي ما بتحلموا لحد هذا اليوم تعملوها. لا تواخذني، أنا رح خلصك وعد مني، بس الهدف محرز. إلنا شهور عم نراقب حراس المعبر، لو ما طلعت حضرتك كنا رح ننهيهم. هيك بتكون خلصتني؟ ريح بالك عاكف، أنا أصلاً رح انهيهم كلياتهم بدالكم. وأنا ما كنت عم اتمشور من شهور. عابد أنا ماني عدوك، إذا عندك خطة احكيها، بلكي فينا ننقذ العملية. خطتي أنا سهلة كتير يا عاكف. رح سلمك لحراس المعبد وإكسب ثقة المعلم، وبأول فرصة بتصحلي رح أوصو براسه. عم تغلط غلطة كبيرة. لا تخاف، هذا ما رح يكون أول غلط. ها ليكن جاي؟ ما لازم تسمح لهم يحققوا معي، عندي معلومات كتيرة. يلي رح تقلن يا ما رح يفيدهم بشي، ما رح يعيشوا كل هالقد. عابد المعلم مراد عايش. وأنا بعرف هالشي، اللي يعني بدك ياهن يعرفوا؟ برافو عليك، عن جد شكلك مدرب منيح. عابد لازم تصدقني،
أخي مراد عايش، هو الشايب الجديد. إذا ما أناك مصدقني بتصل لك فيه وبخليك تحكي معه. ما معنا وقت زيادة ابنه، عم يقربوا. يلا هات موبايلي. سيدي في وضع كتير مهم. أنا هلأ مضطر خليك تحكي مع عابد. شو صار؟ راح تقلي نقطع الخط؟ ايه وهلا شو راح تقولي يا عاكف؟ كنت ناطر منك تلعب لعبة أذكى من هيك.